اليوم بمجتمع مليء بخطابات كراهية، وإذا ما عرفنا نتصرف بهيدا الكيس ممكن تؤدي كتير لمشاكل. أنا صرت أطلع على المواضيع اللي عم تقطع قدامي وكيف الإعلام عم بيعالج الموضوع بطريقة مغايرة جداً. استفدت أمور عديدة، أول شيء كيف نتحاور مع ناس من بيئات مختلفة حول فكرة معينة ونتفق عليها. كان في عندنا كثير نقاط مشتركة رغم بعدنا الجغرافي وبعدنا الثقافي ربما عن بعض. كانت تجربة كتير حلوة بهيدي الدورة اللي عم نعملها بمكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي وبحياتنا العادية. بهيدا الوركشوب قدرنا نتعرف أكثر على أكثر من لينك نقدر من خلاله نكتشف إذا الخبر صحيح، إذا الصورة صحيحة. بدأت يمكن طلع حالي من شخص الإعلامي أو من عملي كشخص لأطلع على منظور بحيادية أكثر، وأقدر أشوف يمكن أغلاط وقعت فيها سابقاً وأتجنب أن أوقع فيها in the future. القصص اللي تعلمتها صارت تنعكس على حياتي، كيف بشوف القصص بشوفهم بمنطلق ثاني بمنظور ثاني. صار عندي التولز اللي بقدر استعملها تأنا أكون عم بنتج محتوى صحيح، كون عم بقدر فيد المجتمع مطرح ما أنا موجودة.